مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من احداث اليوم هنستعرض فيها ابرز الاحداث خلال اليوم، سواء كان على مستوى الملفات المحليه او العالميه او العربيه. والحقيقه ان ستكون لنا وقفه بطبيعه الحال لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فرنسا في يومها الرابع، واللقاءات التي عقدها الرئيس النهارده، واللي يمكن كان من ابرزها لقاء مع وزير الاقتصاد والماليه الفرنسي ورئيس مجلس اداره شركه نافال جروب الفرنسيه، وأيضا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية، والرئيس التنفيذي لشركة داسو للصناعات الجوية المصنعة لطائرات الرافال الحربية. وستكون لنا أيضا فقرة موسعة حول الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا. والحقيقة أن هذا هو الملف الأبرز والأهم اللي بيفرض نفسه على الساحة منذ قرابة 3 أيام حتى اليوم الرابع من هذه الزيارة، التي يصفها البعض بأنها تاريخية وأنها ربما ستكون عهد جديد للعلاقات المصرية الفرنسية. ولكن خلينا نبدأ مع حضراتكم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته النهاردة في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أشار رئيس الوزراء إلى أن المجتمع الدولي أدرك خطورة الفساد لما له من أثار، بتقوض جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها وتهدد السلام الاجتماعي. ولذلك سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معا للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، مثمنا على كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن. هذا وأكد مدبولي أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، وقد أولت مصر اهتماما كبيرا بالعمل الدولي في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد. وأوضح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تنطلق في هذا المنحة من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد باعتباره العنصر المؤثر في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسير مصر على خطى تحقيقها بعزم ويقين. أشار أيضا في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الفساد بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية. هذا وأكد مدبولي أنه ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن جهود مكافحة الفساد لن تؤتي ثمرها إلا من خلال مواطن مدرك يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية. ومن هنا قامت مصر بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. في ذات السياق كمان، مصر أكدت التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقا مع قوانينها واستراتيجياتها الوطنية لمكافحة الفساد، وأيضا مع تعهداتها الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد الملزم دوليا للدول الأطراف فيه. وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، جددت وزارة الخارجية في بيان لها التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاك صارخ لحقوق الشعوب في تحقيق تطلعاتها، مشددة على ضرورة بناء مقاربة شاملة بتتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ آمن، وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم. هذا وقد ثمنت مصر الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الصدد ودورهم الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. في هذا الإطار، مصر الحقيقة اتخذت خطوات ملموسة لمكافحة الفساد، ده كان إيمانا منها بأن هذه القضية لم تعد شأن داخلي خالص، بل أن الأمر بيحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته. نتابع.
فيما يتعلق ب يعني الاعلانات التي تقوم ببثها المركز الاعلامي او الذي يقوم ببثها المركز الاعلامي لمكافحه لمجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحه الشائعات، النهارده ايضا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اكد انه لا صحه لوقف البوابه الالكترونيه الخاصه بالاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامه. هذا وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي أكدت أن البوابة تعمل بشكل طبيعي دون توقف، مشيرة إلى أن البوابة بتهدف إلى إتاحة الاستعلام عن القبول بالبرنامج من عدمه، فضلا عن استقبال الشكاوى وسرعة البت فيها إلكترونيا، وذلك في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات تيسيرا على المواطنين. وأيضا الخبر الأهم في كل حلقة، آخر مستجدات فيروس كورونا. وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت عن فحص 5,371,715 طالب بمختلف مدارس الجمهورية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية. أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن المبادرة بتستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية ب 29,444 مدرسة حكومية وخاصة، وأشار إلى أن المبادرة بتستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية. بنفس الإطار، استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان النهاردة السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدمز لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد فور ثبوت فعاليتها. الدكتور المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أوضح أن الاجتماع تناول بحث آليات توفير لقاح فيروس كورونا المستجد بعد ثبوت فعاليته، والتي تعمل عليه إحدى الشركات البريطانية الكبرى خاصة للفئات ذات الأولوية ولديه عوامل خطورة. أضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت على أهمية التعاون مع مختلف دول العالم والشركات الدولية لتوفير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حصول أول مواطن بريطاني بالأمس على لقاح فيروس كورونا بيعد حدث تاريخي وبادرة أمل لجميع الدول. تابع أيضا مجاهد أن الوزيرة أكدت على التزام مصر بالتوزيع العادل للقاحات فور ثبوت فعاليتها، لافتة إلى التعاون مع التحالف العالمي للقاحات جافي من خلال مبادرة جوفكس لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فعاليتها وتوزيعها بشكل عاجل للدول. ومن جانبه أعرب السفير البريطاني عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، وأكد أيضا على حرص السفارة على تشجيع التعاون بين البلدين في المجال الصحي خاصة بعد التطور الذي تشهده منظومة الصحة في مصر. المزيد من المتابعة بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة. دكتور أمجد أهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بالساده المشاهدين. كل الدول الحقيقه في يعني سباق محمود او في قطار يتسابق مع الزمن لتوفير لقاح لفيروس كورونا، ولكن دائما السؤال الاهم والابقى في هذا الوقت دكتور امجد، هل اللقاح سيمنع تماما الاصابه من فيروس كورونا ام ان الاجراءات الاحترازيه ستكون واجبه ايضا؟ طيب خليني اقول ان الموافقات الطارئه دي بسبب ان اللقاح امن وفعال في تكوين المناعة الوقتية. حتى الآن مناعة طويلة الأمد، إن اللقاح ده هيدي مناعة طويلة أم لا، هل هذا موسمي، هل هذا دائم أم لا، لم تثبت أن اللقاحات دي تعطي مناعة دائمة حتى الآن. وقتية بمعنى قد إيه تقريبا يا دكتور؟ لحد الآن الدراسات الإصابة نفسها ذاتها إصابة الشخص بالكورونا ما بتدوش مناعة أكتر من 3 أشهر. اللقاحات المعلن عنها حتى الآن بالدراسات تم عمل ما يسمى بالتجارب الوقتية المحدودة إنها تكون أكثر مضادة، واللقاح البريطاني او لقاح فايزر اعطى فعاليه اكثر من 90%، لقاح امن جدا، وجوده طبعا حدث تاريخي وبارقه امل، حتى لو طعمه ابتدي طعمه كبار السن، حمايه هذه الفئه من الدخول في مضاعفات، هذا شيء هام جدا وضروري جدا، حتى لو اصبح هذا اللقاح لقاح موسمي يتم تداوله كل عام، حمايه لكبار السن من الدخول في مضاعفات بالمناعه الضعيفه، حتى لو اعطى مناعه وقتيه هو شيء جيد جدا، لكن كونه هيعطي مناعه وقتيه معنى ذلك ان احنا لا نزال نستمر في نفس الاجراءات الاحترازيه من تباعد وكمامه لكي تصبح هذا اسلوب حياتنا حتى مع وجود اللقاحات، لان معظم اللقاحات لا تعطي المناعه الكامله ولكنها بنسبه كبيره جدا
تمنع الدخول في مضاعفات خطيره. صحيح. طيب بالتالي وجود الاجراءات الاحترازيه شيء هام وضروري جدا. دكتور أمجد، خليني يمكن أطرح على حضرتك سؤال بيدور في الأذهان يعني منذ بدء الإعلان عن اللقاح. دلوقتي حضرتك بتتكلم عن أن هذا اللقاح سيوفر أجسام مضادة الفيروس كورونا تحديدا. السؤال الآن يعني هل من يعني شفاهم الله من هذا الفيروس فيروس كورونا وبالفعل كان عندهم أجسام مضادة بعد يعني أن تعافوا من هذا المرض، هل أيضا سيكونوا بحاجة لأخذ هذا اللقاح؟ بالفعل سيكون في حاجه لاخذ هذا اللقاح لان الاصابه لا تعطي من دائمه، وهذا طبيعه فيروسات الار ان اي او الفيروسات التنفسيه مثل الانفلونزا، كاصابه لا تعطي الحمايه الكامله او كلقاح ايضا لا يعطي الحمايه الكامله، فمن يصاب بالانفلونزا مثلا معرض للاصابه بالانفلونزا مره اخرى. فبالتالي المصاب بفيروس كورونا المناعه التي تعطيها الاصابه لا تستمر اكثر من 3 أشهر على اقصى تقديرات طبيه 6 أشهر. فبالتالي فكره اللقاح وبالذات الفئه اللي احنا اللي بتبتدي بيها منظمه الصحه العالميه، فئه المنظومه الصحيه وفئه كبار السن، حمايه لهم بالفعل من الدخول في مضاعفات خطيره، لان هذا الفيروس فيروس متحور وعده فصائل، فوجود لقاح يعطي الحمايه، حتى الحمايه ممكن الحمايه مش من الاصابه، ممكن الحمايه من الدخول في مضاعفات، هي شيء ضروري جدا يحمي البشريه من اثار هذا الفيروس او اثار هذه الجائحه ويقلل من المضاعفات التي تحدث جراء هذه الاصابه، فوجود اللقاح حتى لو لم يعطي المناعه الكامله هو شيء هام وضروري جدا لحمايه كبار السن واصحاب المناعه الضعيفه. يعني افهم من حضرتك دكتور امجد انه حتى مع وجود اللقاح يعني الاجراءات الاحترازيه ستكون مستمره سواء كان من غسل الايدي او ارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي، لان هذا اللقاح يعني لن يقي 100% من انتهاء فيروس كورونا لانه فيروس متحور. بالفعل ومعظم ما فيش لقاح يعطي مناعه 100% او يعطي حمايه 100%، فكل التدابير لا تزال ستستمر موجوده، ولكن اللقاحات ان لم تحمي فهي تقلل المضاعفات. طيب دور مهم جدا من تقليل المضاعفات التي قد تحدث من الاصابه، ان لم تمنع الاصابه فهي تقلل بنسبه كبيره جدا من الدخول في مضاعفات خطيره مثل الالتهاب الرئوي او تدوس مشاكل تنفسيه مثل الكسل التنفسي او الوفاه، فوجودها حتى ان لم تحمي بنسبه 100% فهي هامه وضروريه للوقايه من المضاعفات. نعم. طيب دكتور أمجد، يمكن كلام حضرتك يعني خلاني أذهب إلى نقطة أخرى، هل أصبح الآن فيروس كورونا هو فيروس موسمي؟ لأن يمكن فكرة أن يبقى في توزيع عادل للقاح أو يتم أخذ هذا اللقاح سيمنع بشكل أو بآخر يعني فكرة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر إلى أن يتم القضاء على هذا المرض بشكل كامل، ولكن يعني وكأني أفهم من كلامك أنه هذا المرض سيظهر من جديد أو هذا الفيروس من الممكن أن يظهر من جديد في وقت آخر. كخطوه استباقيه لا نستطيع نقول ذلك، لان احنا عندنا كان سارس كان اتى واختفى وهو احد برضه المجموعه التاجيه وظهر في صوره اخرى سارس كوفيد الان. الانفلونزا الاسبانيه ظهرت بموجه ثانيه اشد. ففكره لقاح كورونا هل سيختفي؟ هل سيتحور الى الاضعف بعد التطعيمات وبعد اكتساب المناعه المجتمعيه ويصبح مثل فيروس البرد؟ لان احنا عندنا فيروسات كورونا فيروسات برد، هي فيروسات ضعيفه لا تسبب الا مشاكل جهاز التنفس العلوي والاصابه بدور برد. هل سيصبح كورونا سيسلك نفس النهج في المستقبل ويصبح فيروس ضعيف مثل فيروسات البرد ولا يعطي اي اشكاليه للانسان؟ هذا ان شاء الله نتوقعه ونامله الا يتحور الى الاسوء، لان معظم الفيروسات تتحور الى الاضعف من انتقالها لشخص الى اخر يحدث تحور لمحتواها الجيني وتضعف تدريجيا. نعم. في ظل وجود جائحه وموجات متتاليه حتى الان لم يضعف الفيروس بالطريقه التي نقول اننا نتخلى عن الاجراءات الاحترازيه. فبالتالي نحن مستمرون حتى يكتسب المجتمع المناعه المكتسبه عن طريق اللقاحات، ويحتاج في ذلك الى تطعيم 60-70% من المجتمع حتى يتم ضعف اضعاف هذا الفيروس ويصبح مثل فيروس البرد، حتى لو هو فيروس موسمي ولكنه ضعيف لن يعطي المشكله التي تحدث الان. نعم. من مضاعفات تنفسيه خطيره، وتستقر الوضع المجتمعي او الصحي على مستوى العالم. طيب دكتور أمجد، احنا يمكن بنتكلم دلوقتي عن يعني 10 لقاحات موجودين يعني لم يتم اعتمادهم بعد من منظمة الصحة، ولكن كل دولة بتتسارع يعني انها تقوم ب يعني اعطاء هذا اللقاح لمواطنيها على حسب يعني نسبة امان كل لقاح. السؤال الان يعني مع وجود هذا الكم من اللقاحات، ايه الفرق بين كل لقاح والاخر يا دكتور؟ طيب اللقاحات معظمها او كلها حتى الان اثبتت ما يسمى بالامان، الامان الوقتي، انه لم تحدث منها اي اثار جانبيه. تختلف اللقاح الاخر على نسبه فعاليه اللقاح، فاللقاح فايزر اعطى فعاليه في تكوين اجسام مضاده بنسبه 90%. لقاح اوكسفورد اعطى اجسام مضاده بنسبه 70%.
كل اللقاحات اعطت اجسام مضاده، ولكن تختلف نسبه تكوين الاجسام المضاده ونسبه الفعاليه من لقاح لاخر. نعم. ثاني فرق اللي هو فرق التخزين او النقل، فلقاح فايزر يحتاج الى كلوب معين في النقل والتخزين، يحتاج الى درجه حراره 70 تحت الصفر. صحيح. لقاح اوكسفورد يحتاج الى درجه حراره الثلاجه العاديه، فكل لقاح يختلف في تركيبه وتكوينه وفعاليته، ولكن الامان حتى الان جميع اللقاحات مستويه في درجه امانها انها امان بنسبه 100% حتى الان. نعم. فعاليه كل لقاح وتكوين الاجسام المضاده تختلف من شركه لاخرى، طرق التخزين وطرق النقل وطرق الحفظ تختلف من شركه لاخرى. نعم، وضحت الصوره. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ننتقل مع حضراتكم لملف آخر، والنهاردة وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على لوائح العمل الداخلية وبعض المشروعات خلال اجتماعه الرابع في النصف الأول من العام المالي الجاري. أشار رئيس المنطقة يحيى زكي إلى أنه استعرض الملفات الخاصة بالشأن الداخلي للعاملين بالهيئة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على ضوابط صرف نصيب العاملين من الأرباح عن العام المالي الماضي، وأيضا تم استعراض الموقف المالي للهيئة وإجراءات تمويل بعض المشروعات، مشيرا إلى موافقة المجلس على نشاط تخزين السيارات المستعملة بغرض إعادة تصديرها أو تجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة. النهارده كمان اعلنت وزاره الكهرباء على تنفيذ تطوير لشبكات توزيع الكهرباء في قطاعات الجيزه بشركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء بقيمه 3 مليارات جنيه منذ عام 2014 وحتى اكتوبر الماضي. اشارت الوزاره الى ان ذلك بياتي في اطار الاهتمام الذي توليه الدوله لرفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور المشتركين على مستوى الجمهوريه ولضمان استقرار واستمرار التغذيه الكهربائيه طبقا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي متابعيني الكرام. أشكرك، خليني أفهم من حضرتك تفاصيل أكثر عن هذا البيان، اتفضل. وطبعا ده بياتي في اطار يعني تطوير ورفع جوده والخدمات الخاصه بمش بس يعني توفير الكهرباء فقط، لا الاهتمام دلوقتي بان الكهرباء تكون بجوده عاليه لكل الاماكن، وده بيتطلب جهد كبير جدا واستثمارات ضخمه في مجال شبكات بصفه عامه سواء نقل او توزيع. الخاصه بالتوزيع يعني عايز اقول لحضرتك ان في خلال سنتين ثلاثه الماضيين تم استثمار ما يقرب او يزيد عن حوالي 25 مليار جنيه بالنسبه لشبكات التوزيع على مستوى الجمهوريه. وده وما زال هناك عمل كبير جدا لتطوير هذه الشبكات. وطبعا من يعني حضرتك اشرت ليه خاص بالجيزه فقط، في خلال الخمس سنوات الماضيه من 2014 حتى هذا العام حوالي 3 مليار جنيه، لما بنقول ان تم اضافه حوالي اكثر من 1600 محول كهرباء، عملنا احلال وتجديد لحوالي اكثر من 17600 عمود جهد منخفض متوسط مش كهرباء. الكابلات الكهرباء اضفنا كابلات جديده اكثر من حوالي 4600 كيلو متر من الكابلات. بالاضافه لجزء مهم جدا وهو رفع جوده الخدمات للتسهيل على المواطنين والمستثمرين. بالنسبه للمواطنين بقى في شكل واحد للتعامل مع المواطنين بحيث ان هو يبقى فيها تسهيل لكل الاجراءات. الحاجه الثانيه يعني بالنسبه بس للمستثمرين في حتى في نطاق الجيزه تم استحداث وانشاء اداره لخدمه المستثمرين في مدينة 6 أكتوبر علشان نقلل حتى فترة الإجراءات المطلوبة ليهم ممكن تصل إلى 18 يوم، بالإضافة طبعا لفتح الحاجات الجديدة الإلكترونية يعني خلافه طبعا من الإجراءات اللي بتتم لرفع جودة وخدمة المقدمة للمواطن. طبعا
طبعا. طيب دكتور ايمن، بخلاف قطاع الجيزه، خليني اتكلم مع حضرتك ايضا عن القطاعات الاخرى اللي وزاره الكهرباء يعني بتقوم بها بذات الجهد اللي اتعمل في الجيزه. هو طبعا عايز اقول لحضرتك ان يعني ده مثال يعني فقط في الجيزه، انما بنتكلم على محافظات مصر كلها. احنا عندنا 9 شركات توزيع، الكل بيعمل باجتهاد وبجد كبير جدا في خطط كبيره. يمكن شبكات التوزيع هو ده الشغل الشاغل حاليا، يمكن الحمد لله بقى عندنا من الانتاج يعني الاحتياطي المحترم يلبي كل الاحتياجات الحاليه والمستقبليه على مستوى شبكات النقل. الحمد لله يعني طبعا كان في استثمارات ويعني مجال كبير في التطوير. التوزيع هو ده الشغل الشاغل الحالي، علشان هو دوت اللي بيظبط الجوده التغذيه الكهربيه سواء للمواطنين، للمشروعات التنمويه وخلافه يعني. نعم، الحقيقه كمان ده بجانب المشاريع القوميه اللي بتحدث في مناطق اخرى. دكتور ايمن، احنا بنتكلم عن العاصمه الاداريه الجديده، عن العلمين الجديده، عن العديد من المناطق الاخرى اللي يمكن بدات تكون دلوقتي يعني مكان اخر للعمران، بتحتاج ايضا الى يعني فكره التوزيع اللي حضرتك بتتكلم عليها. مظبوط، وده فعلا هو دي النقطه مهمه جدا يعني حضرتك اشرت اليها، لان هي استقرار التغذية الكهربية ويعني اهتمام سيادة الرئيس بأن جودة التغذية الكهربية لكل الأماكن والشبكات التوزيع دي بتخدم في المجتمعات العمرانية الجديدة زي ما حضرتك أشارتي، وكمان المشروعات التنموية. ما ننساش إن في مشروعات تنموية ضخمة جدا سواء في جنوب الوادي، سواء في سيناء، سواء في الصعيد، في الساحل الشمالي، الساحل البحر الأحمر. يعني في طفره كبيره جدا وفي خطط تنمويه كبيره جدا، من غير طبعا الاستقرار التغذيه الكهربيه. طبعا على ضوء الاستقرار السياسي ما كانش ممكن يحصل الجزئيه دي. يمكن بالامس يعني كان هناك توقيع ل يعني الشاي بشاي يذكر، هو للمركز يعني احدث مركز تحكم قومي في العاصمه الاداريه الجديده باستثمارات اكثر من 840 مليون جنيه، يعني ما يقرب من مليار جنيه، علشان تواكب التكنولوجيا دي. طبعا انا بشكرك يا فندم على كل هذه التفاصيل، الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء، شكرا جزيلا لحضرتك. ننتقل لحضراتكم مع حضراتكم للشأن الدولي، والحقيقه كان في تصريحات مهمه للغايه ادلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النهارده، حيث قال انه على الاتحاد الاوروبي التراجع عن مطالب يعتبرها غير مقبولة حتى يبرم الطرفان اتفاقا تجاريا في إطار البريكزيت لتفادي انفصال مضطرب في غضون 3 أسابيع. هذا ويتوجه جونسون اليوم إلى بروكسل لإجراء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فوندرلاين، وذلك في ظل مخاوف متزايدة من نهاية فوضوية دون اتفاق لأزمة البريكزيت المستمرة منذ 5 سنوات. الطرفان بيصفوا هذه الاجتماعات بأنه فرصة لإنهاء الجمود في محادثات التجارة المتعثرة، لكنهما أيضا في ذات الوقت بيقروا باحتمال عدم توصلهم لاتفاق قبل أن تغادر بريطانيا فلك الاتحاد الأوروبي نهائيا يوم 31 ديسمبر من هذا الشهر أو من هذا العام عفوا. على كل حال، عبر الهاتف بينضم إلينا للمتابعة من لندن السيدة عزة الزفتاوي الكاتبة الصحفية. أستاذة عزة، أهلا بك يا فندم. أهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم. الحقيقة يعني فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل لندن ليها سلبيات على الجانبين، سواء كان على بريطانيا أو حتى على الاتحاد الأوروبي، ولكن السؤال الآن بتصريحات بوريس جونسون النهاردة، وكأن السلبيات الأكبر ستقع على الاتحاد الأوروبي في حال يعني خرجت بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق. أعتقد أنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في جولته مساء هذا اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فوندرلاين لإجراء هذه المحادثات على العشاء مساء هذا اليوم، ربما تحاول محاولة من بريطانيا لأن تضع صيغة توافقية لإنهاء هذه الجدلية التي استمرت من شهر يناير الماضي وحتى الآن في محاولة للتوصل لاتفاق تجاري يحدد شكل العلاقة بين الطرفين. نحن نعلم انه بالامس ميشيل بارني كبير مفوضي الاتحاد الاوروبي ابلغ مندوبي الدول ال 27 في الاتحاد الاوروبي بانه المفاوضات او المحادثات مع بريطانيا
وصلت إلى طريق ليست هناك محاولة بعد ذلك لأن تكون هناك المزيد من المفاوضات غير المجدية من وجهة نظر المفاوض الأوروبي. بريطانيا تحاول الآن أن تلحق ما يتبقى من الوقت، نحن أمام 3 أسابيع فقط حتى نهاية هذا الشهر، سوف تخرج بريطانيا بداية العام الجديد نهائيا من الاتحاد الأوروبي. نعم. خروج بريطانيا بدون اتفاق يرى رئيس الوزراء البريطاني محاولة ليست سيئة، يقول أن بريطانيا سوف يكون أمامها مستقبل مزدهر حتى في حال الخروج دون اتفاق، ولكن أعتقد من وجهة نظري أن الوصول إلى اتفاق تجاري يحكم العلاقة بين البلدين أو الطرفين سوف يكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد البريطاني، على المصالح التجارية والعلاقات الأوروبية بين بريطانيا ودول الاتحاد. طيب ما هي النقاط التي ما زالت عالقة للخروج باتفاق سيدة عزة؟ يعني ربما في الأيام الماضية كنا نتحدث عن اعتراض فرنسي فيما يتعلق بمنطقة صيد الأسماك وما شابه، لأنها بشكل أو بآخر تعود اقتصاديا أيضا بالنفع على فرنسا. ما هي أيضا ربما الأمور العالقة التي تقف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ القضايا الخلافية الرئيسية الشائكة هي تتمحور في 3 قضايا لم يحدث فيها أي حلحلة، رغم ما أثير في وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية عن إمكانية تقديم بعض أوقات أوراق التنازل من الجانب البريطاني والأوروبي فيما يتعلق بمسألة السماح للأوروبيين بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية، ولكن ما زالت هذه القضية هي القضية الشائكة رقم 1 في القضايا 3. القضايا الأخرى تتعلق بإصرار الاتحاد الأوروبي على أن بريطانيا لابد أن تتبع المعايير الأوروبية فيما يتعلق بقضايا رئيسية في مجالات الصحة حقوق العمال. أيضا الاتحاد الأوروبي يطلب من بريطانيا أن تكون له السلطة لفرض أي تعريفة جمركية على البضائع البريطانية من جانب واحد في حال لم تلتزم بريطانيا بأي تغييرات يمكن أن تحدث في المعايير الأوروبية، وهو ما ترفضه بريطانيا وتريد أن يكون لها كما تقول قوانينها ونظامها التي تتحكم من خلال في هذه العلاقة. نعم، أخيرا سيدة عزة، يعني توقعاتك ستخرج باتفاق أو بدون اتفاق، أو يعني ما زال الأمر مبهم؟ من وجهة نظري وأعتقد أنه أنا يعني أقول أنه بريطانيا سوف تصل إلى اتفاق في الدقيقة 3 قبل أن تدق ساعة بيك بن 11 من مساء 31 ديسمبر هذا العام. نعم، سننتظر جميعا هذا اليوم. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضفتي عبر الهاتف من لندن سيدة عزة الزفتاوي الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لك. الموضوع الأهم والأبرز في هذه الحلقة زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في يومها الرابع إلى العاصمة الفرنسية باريس. البعض يتحدث إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت هي الأهم والأبرز في هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى فرنسا. كل ذلك سنناقشه في فقرة أخرى أو في نهاية هذه الفقرات بعد الفاصل من أحداث اليوم. ابقوا دائما برفقتنا. احنا لدينا أكثر من 55,000 منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر. لا يليق ان انتوا تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعلوا من اجل شعبها واجل استقرار المنطقة على ان هي نظام مستبد. انا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله اكتر من 90 سنة موجود في مصر، واستطاع ان هو خلال هذه المدة انه يعمل مش قواعد بقى في مصر، ده قواعد في العالم كله. أتمنى من اللي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا إيه؟ وأخبار العراق إيه؟ وأخبار سوريا إيه؟ وأخبار اليمن إيه؟ وأخبار لبنان إيه؟ وأخبار أفغانستان إيه؟ وأخبار باكستان إيه؟ ما عندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة، في منطقة شديدة الاضطراب.
أهلا بحضراتكم مرة ثانية. لليوم الرابع على التوالي بيواصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى فرنسا، والتي حظيت الحقيقة باهتمام كبير، ويعني تم الحديث عنها في الصحف سواء كانت المصرية أو الفرنسية أو حتى دول العالم، تحدثت عن حفاوة الاستقبال واللقاءات والفعاليات المختلفة، أيضا الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين مصر والجانب الفرنسي. في هذه الفقرة هنتكلم مع حضراتكم عن تحديدا الجوانب الاقتصادية هذه الزيارة، نتكلم عن أثرها، طبيعة العلاقات الاقتصادية اللي بتجمع بين مصر وفرنسا. ضيفي في هذه الفقرة عبر الصوت والصورة الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما ندخل في الشق الاقتصادي، يعني كيف من الممكن أن نصف هذه الزيارة بشكل عام يا فندم؟ لأنه عادة كنا بنتساءل إيه الشق اللي بيسيطر على زيارة الرئيس سواء كان لفرنسا أو أي دولة أخرى، وكان دايما بيأتي الحديث إن كان الشق الاقتصادي أو السياسي أو العسكري، ولكن الحقيقة حتى هذه اللحظة يعني وكأن كل الأوجه متكاملة يعني لهذه الزيارة يا فندم، تفضل. الملف الاقتصادي دايما حاضر في زيارات السيد الرئيس لكل الدول وفي كل التجمعات الدولية، وفي النهاية الملفات السياسية والعسكرية القيادة المصرية متفهمة جدا أن كلاهما يخدم على الجانب الاقتصادي وهو طبعا الأهم، لأن الهدف النهائي هو المواطن المصري. وفي الحقيقة منذ قدوم السيد الرئيس وإحنا عندنا ما يسمى بالدبلوماسية الرئاسية الاقتصادية، وهو أن دائما الرئيس يستغل الثقل السياسي لمصر والرؤية المصرية والدور المصري لتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الاقتصادية الدولية. دائما ملف اللقاء بالشركات ورجال الأعمال في الدول الأجنبية حاضر على أجندة السيد الرئيس في زياراته الخارجية، أيضا دعم التعاون من خلال الاتفاقات التنموية مع كتير من الدول ومنها فرنسا. فرنسا لديها وكالة التنمية الفرنسية، وهي وكالة بتمنح مصر عديد من المنح والقروض. أيضا يمكن الملف العسكري هو ملف اقتصادي هام جدا في السنين طبعا الأخيرة، لولا الوجود المصري القوي، البحرية المصرية وما حصل من تدعيم للبحرية المصرية في المتوسط وفي سلاح الجو المصري خلال الست سنين الأخيرة، ما كناش هنقدر نستخرج ثرواتنا اللي موجودة في المياه الاقتصادية المصرية. المليار دولار اللي بيطلعوا من حقل زهر لازم المصريين يفهموا، ما كناش هنقدر نستخدمهم إلا لو عندنا جيش قوي، عندنا بحرية وسلاح جو قوي صحيح جدا، نعم، يقدر إنه هو يحافظ على المصالح المصرية. طيب دكتور عمرو، يعني كوننا بدأنا الحديث بالشق الاقتصادي، يعني العلاقات الاقتصادية سواء كان بين مصر وفرنسا أو بين مصر وأي دولة أخرى هي بالتأكيد قائمة على المصالح المتبادلة بين الجانبين. في هذه الزيارة تحديدا اللي بيقوم بها السيد الرئيس، البعض بيصفها أنها تاريخية أيضا في المجال الاقتصادي، إيه المصالح المتبادلة ليس لمصر فقط تحققت ولكن أيضا للجانب الفرنسي؟ صحيح، مصر هي أكبر سوق لفرنسا في الشرق الأوسط. مصر بتستقبل واردات فرنسية سنويا بأكثر من 1.8 مليار يورو، يمكن خلال التسع أشهر الأخيرة فقط ورغم أزمة كورونا استقبلنا واردات فرنسية بأكثر من 1.2 مليار. أيضا بنتحدث عن حجم استثمارات أجنبية فرنسية في مصر يجاوز 450 مليون دولار. مصر بثقلها السياسي والاقتصادي كبوابة لإفريقيا وبوابة للشرق الأوسط بتمثل فرصة للاقتصاد الفرنسي للنمو والتوسع في القارة الأفريقية وفي التعاون مع الدول العربية. أما بالنسبة لمصر،
فرنسا بالنسبة لمصر هي شريك تجاري مهم جدا. نعم. مش بس لأننا بنصدر لها بضائع مصرية بأكتر من نص مليار دولار تقريبا حوالي 500 مليون دولار، إنما كمان فرنسا هي محرك من أهم المحركات في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الاتحاد الأوروبي كتاني أهم شريك تجاري لمصر، وهناك علاقات تجارية واقتصادية قوية جدا. فرنسا بتلعب دور كبير جدا مش بس في العلاقات المصرية الفرنسية إنما كمان الأوروبية المصرية. طيب دكتور عمرو، يمكن النهاردة تمت الإشارة أيضا إلى ما يتعلق بمحفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والحقيقة أنه في خضم يعني بيان التعاون الدولي كان في العديد من المليارات والملايين يمكن الموجودة في هذه المحفظة لعمل شراكة في العديد من القطاعات، إن كنا نتكلم عن القطاع العسكري أو النقل أو قطاع المياه، كل قطاع تقريبا هناك شراكة مصرية فرنسية فيه طبعا عن طريق هذه المحفظة. السؤال الآن، ما هي المعايير التي تجعل دولة كفرنسا دولة كبرى تضع كل هذه الأموال أو تضخ كل هذه الاستثمارات في دولة أيضا بمكانة مصر؟ إيه المعايير الأخرى اللي على أساسها بيتم تقييم الدول التي تستثمر فيها يعني الدول لبعضها البعض؟ طيب خلينا نقول ان الوكالة الفرنسية للتنمية وهي وكالة حكومية بتستثمر في عديد من دول العالم، اكتر من 110 دولة. واحد من الحاجات المهمة جدا للمؤسسات التنموية الدولية هي تحسين بيئة الأعمال ودعم الدول الأقل نموا، لأن في النهاية من باب المصالح المشتركة زي ما كنت حضرتك بتقولي هذه بتمثل أسواق ليها. الاستقرار بالذات في دول الجوار جنوب المتوسط هو هام جدا لمنع الهجرة غير الشرعية لأوروبا ولمزيد من الاستقرار في أوروبا، وبالتالي صحيح في دور إنساني وتنموي بتلعبه الجهات الدولية زي الوكالة الفرنسية للتنمية، إنما كمان جنب ده في دور اقتصادي وسياسي ومصالح متبادلة. إنما خلينا نرجع، التعاون الفرنسي المصري في مجال القروض والمنح بدأ سنة 74 أول ما مصر فكرت في سياسات الانفتاح والشراكة مع دول العالم. فرنسا كانت من أولى الدول، وبيننا وما بينهم اتفاقية بتجدد كل 10 سنوات. نعم. من سنة 74 سارية حتى هذه اللحظة. واحد من أهم المعايير الموجودة وجود سياسات اقتصادية رصينة ومستقرة، وجود استقرار سياسي. يمكن دايما فرنسا بتحط موضوع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها في المعايير، ويمكن من هنا بعض الجهود للجماعات الإرهابية والجهات المعادية لمصر في التشكيك في ملف حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي الضغط على فرنسا في ملفات القروض والمنح. إنما في الحقيقة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي أجاب بوضوح شديد جدا جدا عن هذا الملف، والرئيس الفرنسي أيضا قال إن ده لن يكون محل مناقشة أو له أي أثر سلبي سواء على العلاقات الاقتصادية أو العسكرية مع مصر، إنما بالتأكيد ضخ مزيد من الأموال سواء من الوكالة الفرنسية للتنمية أو الأمريكية هو بيدل على وجود فرص واعدة وتنمية مستدامة حقيقية على أرض مصر بتساعد فيها هذه الجهات وترى فيها فرصة كبيرة جدا للتنمية. يعني بشكل أبسط دكتور عمرو، أفهم من حديثك أنه هذه الأموال يتم ضخها في الدول التي بها بنى تحتية سليمة، بها استقرار اقتصادي، استقرار أمني واستقرار سياسي. صحيح، يمكن ده ملخص جيد جدا جدا، ولكن إلى جانب ده هو الثقل السياسي للدولة والمصالح الاقتصادية والتجارية اللي بتعود على الدول دي من الشراكة مع هذه الدول النامية. لازم نقول إن هذه المساعدات بالتأكيد ليست بريئة ولتحقيق مصلحة جانب واحد، إنما هي لمصلحة الطرفين طبعا. طيب خليني أتكلم مع حضرتك على المجال يمكن اللي ذكرته في بداية هذه الحديث ما يتعلق بالمجال العسكري أو التعاون الدفاعي. يعني يمكن النهاردة كان في لقاء مهم مع شركة داسو
قام به السيد الرئيس. طبعا هم متخصصين في صناعة الرافال وما شابه، إلى أي مدى ده بيعود أيضا من نفع الاقتصادي على مصر وعلى فرنسا دكتور عمرو؟ يمكن بالتأكيد التعاون ده في بيعود على فرنسا، لأن ده فرص للتشغيل والإنتاج للشركات الفرنسية اللي بتشتغل في المجالات المختلفة ومنها المجال العسكري، وبالتالي دي فرصة جيدة جدا لهذه الشركات. إنما لمصر لازم نبقى فاهمين إن الملف الاقتصادي هو ملف بالأساس في القرن 21 وفي حروب الجيل الخامس هو ملف اقتصادي. لازم نبقى فاهمين ان قوة جيش الدولة هو يعكس بالأساس ويحافظ على القوة الاقتصادية للدولة. صحيح. وبالتالي دعم الجيش المصري باستمرار هو دعم مباشر جدا للاقتصاد المصري، ولذلك مفهوم الانفاق العسكري تغير لفكرة الاستثمار العسكري. احنا بنستثمر لما بندعم جيشنا وبنطوره ونحدثه بمزيد من المعدات. طبعا. طيب خليني اروح مع حضرتك الى يعني ان المشروعات اللي فرنسا بتقوم بالاستثمار فيها في الداخل المصري ليست قائمة على مشروعات حكومية أو من الحكومة الفرنسية فقط دكتور عمرو، ولكن أيضا بعض هذه المشروعات يتم تقديمها أو يتم استثمارها من قبل بعض شركات القطاع الخاص الفرنسية، إلى أي مدى ده مهم دكتور عمرو؟ يعني احنا عندنا في مصر 160 شركة فرنسية بتشغل اكتر من 38 ألف عامل وموظف مصري، لها حجم كبير في أسواق عديد من القطاعات ومن السلع، وبالتالي الاستثمار الأجنبي هو فرصة لنقل التكنولوجيا والخبرة، هو فرصة لضخ في شرايين الاقتصاد مزيد من الأموال من الخارج، هو فرصة أيضا لدعم الصناعة الوطنية والتصدير، خاصة مع دخول مصر في عديد من التكتلات الإقليمية اللي صحيح. مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة جدا. نعم. طيب دكتور عمرو خليني أتكلم مع حضرتك يعني حتى نكون تحدثنا عن كل الملفات الاقتصادية التي كانت حاضرة في هذه الزيارة. السيد الرئيس النهاردة كمان أعرب عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع شركة إيرباص العالمية خلال استقباله طبعا لرئيس مجموعة إيرباص. القيمة الاقتصادية لده برأيك إيه يا فندم؟ يعني القطاع النقل هو قطاع مهم جدا وبالذات النقل الجوي، وربما هو أكثر القطاعات تأثرا في 2020 بجائحة كورونا، وبالتالي استعادة النشاط في هذا القطاع وتحديثه هو أمر مهم جدا خلال الفترة القادمة، خصوصا أن يمكن صناعة النقل الجوي هتمر بمرحلة من الاختلاف خلال السنوات اللي جاية نتيجة لجائحة كورونا. وبالتالي أيضا لقاء الرئيس، ويمكن احنا شفنا السيد الرئيس قبل كده مع الشركات الكبرى العالمية، احدى الشركات الألمانية قادت فكرة البنية الأساسية في مجال الكهرباء في مصر، وكان الرئيس حريص على الالتقاء فيها بنفسه، احدى الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي والبترول. فدائما السيد الرئيس له ملف، خصوصا في ظل طموحات كبيرة للقيادة المصرية، مش بس في بناء علاقات مبنية تجارية يعني في الاستيراد والتصدير، إنما احنا نرغب في توطين عديد من الصناعات إلى مصر وجذب استثمارات أجنبية إلى الدولة المصرية. وبالتالي الحديث مع الشركات الكبيرة في العالم خاصة من القيادة السياسية بيبقى مهم جدا جدا لجذب مزيد من هذه الاستثمارات على الأجل المتوسط والأجل الطويل. صحيح. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا الحديث الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، شكرا جزيلا لك.
إذا مشاهدينا الكرام بكذا تكون انتهت هذه الحلقة من أحداث اليوم. حسيب حضراتكم دلوقتي مع هذا اللقاء اللي أجراه زميلنا خالد شقير من باريس مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على هامش الزيارة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا. شكرا لكم وإلى اللقاء. علاقات قوية ومختلفة تجمع مصر وفرنسا، تابعنا صداها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس. حفاوة استقبال بخلاف الاتفاقيات الموقعة بين الجانب المصري والفرنسي، نتحدث عنها بالتفصيل مع دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. أهلا بيكي معاليكي على شاشة قناة إكسترا نيوز. أهلا بيكي، أهلا وسهلا حضرتك. إذا أردنا حضرتك عمل حصاد مصغر لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماذا تقولين؟ هي الزيارة كانت زيارة مميزة جدا، ويمكن يعني العنوان العريض ليها هي الدبلوماسية السياسية، اللي من خلالها قدرنا نمهد لدبلوماسية اقتصادية في تتمثل في اتفاقيات مهمة جدا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في الحقيقة بعد استراتيجي بعد سياسي. مصر ليها ثقل كبير جدا في المنطقة العربية في منطقة المتوسط، وأعتقد زي ما تابع الجميع في البيان الصحفي وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون كان في شفافية كبيرة جدا، وكان في تقارب لوجهات النظر، وأعتقد ده انعكس بشكل واضح جدا خلال الزيارة. حضرتك تلك الزيارة بتعكس حفاوة الاستقبال بالرئيس السيسي، من وجهة نظرك؟ بالتأكيد مصر دولة محورية في المنطقة، وأعتقد القضايا والملفات المشتركة بين البلدين اتضحت بشكل كبير جدا، ويمكن الجانب الفرنسي سواء كان في يعني مناقشاتنا السياسية والاقتصادية كان في وضوح لعمق هذه العلاقة والتقارب المستمر وكمان المتوقع في الفترة القادمة. ما هي أبرز الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفرنسي؟ بداية أحب أقول أنه العلاقات الاقتصادية بيننا وبين فرنسا بتتمثل في حوالي 7.5 مليار يورو. المحفظة الجارية، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين البلدين، هي 1 مليار يورو، والاتفاقيات اللي قمنا بتوقعها بالأمس 715 مليون يورو فيها قطاعات عديدة، منها قطاع الصحة، اتفاقية للتأمين الصحي الشامل، في عن التعليم الجامعة الفرنسية، في محطات تحلية مياه، وفي طبعا قطاع النقل. قطاع النقل بيحظى الحقيقة في تعاون مهم جدا بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وطبعا حضرتك تعرف انه اول مترو في مصر كان بمساهمة بتقنيات من الجانب الفرنسي، ولكن المشروعات القومية في مصر هي مشروعات كبرى، وبالتالي بتعتبر فرصة كبيرة جدا لشركات من جنسيات عديدة. ويمكن في الفترة الأخيرة الإنجاز اللي بيحصل على الأرض خصوصا في قطاع النقل جعل فيه نوع من أنواع المنافسة الهامة جدا بين شركات عالمية، وبالتالي ده بيساهم بشكل أساسي في أنه الجودة لينا بتبقى أفضل، التكلفة لينا بتبقى أفضل، وطبعا سرعة الانتهاء بتبقى أيضا موجزة. حاجة تانية أحب أعلق عليها أنه الاتفاقيات التي قمنا بالتوقيع عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية هي كلها اتفاقيات منخفضة التكلفة، لأنه الطابع هو طابع تنموي، وبالتالي بنجد أنها تمويلات ميسرة، بيبقى فترة سداد طويلة، بتبقى أسعار الفايدة منخفضة، وده نوع التمويل اللي احنا الحقيقة كوزارة التعاون الدولي مسؤولين عنه. وهذه المحفظة التنموية يمكن احنا بنسردها، بنسميها سرد المشاركات الدولية، المواطن هو محور الاهتمام، المشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. عام 2020 كان مختلف وصعب على جميع دول العالم، لكن مصر أثبتت أنها مختلفة، لماذا في رأيك؟ يمكن مصر فعلا تميزت في 2020، ويمكن أنا كمحافظ مصر في البنك الدولي ومحافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كنت فخورة أنه في جميع الاجتماعات السنوية كانت مصر يعني
يبدأ الكلام في الاجتماع بأنه تميزنا في قطاعات عديدة، منها طبعا التضامن الاجتماعي من خلال قدرة الدولة المصرية على أنها تضيف أسر مستفيدة من تكافل وكرامة، موضوع التعلم عن بعد في وقت الجائحة، فكرة المساندات أو المساعدة اللي كانت بتحصل للقطاع الغير رسمي. فالحقيقة كانت في تركيز كبير جدا ويعني إشادة بما قامت به جمهورية مصر العربية في هذه السنة الصعبة، ولكن المفتاح في ده كله كان عملية الإصلاح. الإصلاح في مصر هي عملية مستمرة، يمكن ما بين 2016 و 2019 كان في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المدعم من صندوق النقد الدولي، انتهى في يوليو 19. قدرت مصر تدخل الجائحة الحقيقة باحتياطيات من النقد الأجنبي كانت مواتية، بزيادة في الفائض أولي في الموازنة العامة للدولة. ده كله إدى انطباع مهم جدا، قدر صانع القرار في مصر يتخذ قرارات سريعة، الموازنة ما بين الصحة وعدم توقف العجلة الاقتصادية. وطبعا كل ده بيأتي على خلفية مشروعات مهمة جدا ساهمت في أنه النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يستمر إيجابي، تقريبا 2% أو أعلى في 2020 وتوقعات إيجابية في 2021، وده انعكس في التقارير الدولية اللي هي الحقيقة مهمة جدا لأنها بتعطي ثقة كبيرة للمستثمرين بشكل عام إنه مصر بلد الحقيقة قادرة على تخطي أزمات مختلفة.